أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ياريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة، مكملين الكلام عن Connect 2 Unit 3. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن jobs. jobs معناها الوظائف. jobs معناها الوظائف. هنتكلم عن بعض الوظائف اللي موجودة معنا في المنهج. أول وظيفة هي doctor. doctor هو الطبيب. doctor doctor doctor. الشخصية الثانية أو الوظيفة الثانية هي nurse. nurse nurse ممرضة. nurse ممرضة. الشخصية اللي بعد كده carpenter. كاربنتر. كاربنتر يعني النجار. كاربنتر يعني النجار. كاربنتر. عندنا كمان كلينر. كلينر كلينر عامل النظافة. كلينر عامل النظافة. كلينر عامل النظافة. الشخصية الأخيرة اللي معانا هي جاردنر. جاردنر جاردنر يعني الجنايني أو عامل الجنينة. جاردنر يعني الجنين. وبعد ما عرفنا الشخصيات وعرفنا أسماء كل شخصية، تعالى ناخد شخصية شخصية ونشوف كل شخصية ايه وظيفتها. الشخصية الأولى كاربنتر النجار، وده makes tables and chairs. makes tables and chairs يصنع الكراسي والترابيزات. a carpenter makes tables and chairs. أما عن cleaner وهو عامل النظافة، cleaner عامل النظافة cleans the school، هو اللي بينظف المدرسة بتاعتنا. cleans the school. cleans the school ينظف المدرسة. nurse الممرضة helps doctors. helps doctors بتساعد الطبيب. وكمان بتعمل حاجة تانية makes me healthy، تجعلني جيد صحية، تجعلني في صحة جيدة. makes me healthy تجعلني في صحة جيدة. الشخصية الأخيرة وهي الجاردنر الجنايني. the gardener الجنايني بيعمل إيه؟ looks after يعتني بـ. looks after the garden يعتني بـ الجنينة. looks after the garden يعتني بـ الجنينة. بعد كده تعالى نتكلم عن SH. الساوند ش. الصوت ده بنسمعه مع وجود حرفين الاس مع الاتش. الاس مع الاتش بيديني صوت ش. طيب تعال ناخد بعض الكلمات اللي فيها نفس الصوت. اول كلمة هي فيش. فيش سمكة. تراش. تراش القمامة. تراش. شارك. شارك شارك سمكة القرش. شيب. شيب الخروف. شيب الخروف. شاربنر. شاربنر شاربنر يعني البراية. شاربنر. كلهم موجود فيهم الاس اتش اللي بيتنطق ساوند ش. بعد كده هنتكلم عن الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية علشان نعرفها بالعربي المربع والمثلث والمستطيل والدايرة. تعال نشوف معنى كل كلمة إيه. هنبدأ بأول حاجة وهي بيراميدز. بيراميدز الأهرامات. بيراميدز بيراميدز الأهرامات. الشكل الثاني وهو كاب. كاب مكعب. كاب كاب مكعب. سكوير. سكوير سكوير مربع. سكوير مربع. سلندر اسطوانة. سلندر اسطوانة. كون. كون كون الشكل المخروطي زي الايس كريم بالظبط، بياخد شكل مخروطي فبقول عليه كون. كون كون. سفير. سفير سفير يعني الشكل الدائري. سفير يعني الشكل الدائري. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.